الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب أطلق موقع إلكتروني هيكون منصة التواصل مع مؤيدي، هيستعرض إنجازاته طبعا بعد كل الحظر اللي اتعمل له في الفترة اللي قضاها في البيت الأبيض. موقع أوفيس 45 اللي طبعا هو كان الرئيس رقم 45 لترامب وعائلته، ولقاءاته مع زعماء دوليين، تعريف عن سياساته خلال تواجده في البيت الأبيض. جيسون ميلر اللي كان متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية في 2020 قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من حوالي أسبوع أن ترامب هينشئ منصة تواصل اجتماعي خلال شهرين أو ثلاث شهور يضم عليها أنصاره، هيعمل فيسبوك خاص ملاكي بعد ما حذفت مواقع التواصل الاجتماعي حساباته بسبب اتهامه بالتحريض على الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير اللي فات. طريق بقى ان ترامب مش سايب اي مناسبه الا بيتكلم عن اداره بايدن ومزاعم تزوير الانتخابات مستمر حتى لو معزوم في فرح شغال. على تويتر انتشر فيديو للرئيس السابق وهو في حفل زفاف مسك الميكروفون وفضل يتكلم على سياسات الاداره الجديده في فرح في التعامل مع الصين وايران وملف الهجره، وسال ترامب الحاضرين اذا كانوا بيفتقدوه وكرر حديثه عن تزوير الانتخابات بعد دقيقتين من السياسة هني هن العروسين بعد ما خلص كل اللي نفسه فيه يا عيني. أخيرا